يكون أكثر ترابط، وأحيانا أن يكون فيها التزاور بين الإسار وبين الأرحام. بغير شهر رمضان طبعا كما عارف الجميع شهر عبادة، والصواني الله يكثر الخير بين هالجيران متبادلة ورايحة ورادة، وهذا خير وتعودوا عليه الكويت من زمان، يعني من أبائهم وأجدادهم السابقين. الواحد يكون طول السنة ملتزم صلاته وهذا، بس برمضان الواحد لا يجاهد أكثر من ناحية ختمة القرآن، يختم مرة مرتين، ونفس ما تفضلت التراويح الجيام، فبرمضان يعني غير يكون يجتهد الواحد، راح مارس الرياضة، نمشي مثلا قبل الفطور أو بعد الفطور بعد الصلاة، يعني الواحد يكون يغير كل شيء في حياته برمضان. الأغلبية يعني يتزاورون برمضان، يصير في صلة أرحام شوي. يعني مثل ما تعرف إن إحنا مثلا الناس بوقت الفطور يعني يودون حق الناس نقصة وكذي، فبس تكون يعني شيء من التواصل وعبادة الرب وشهر قرآن. أهم شيء عندنا لازم القرآن والعبادات وصلة الرحم، لازم تتوافر فيه الناس تزور بعضها وتشوف بعضها، ويشوف واللي له كبير يعني يشوفه، واللي له والده يعني لا يقطع فيها، واللي له أبو لا يقطع فيه. يعني أيام الله تصير أكثر من الأيام العادية برمضان، والناس تغرب لله قراءة القرآن، والناس كثرة بالمسايد يعني أكثر من الأيام العادية. الكل يعني يغير روتينه ويغير مثلا حياته فيه، وتكثر في مثلا الزيارات والطاعات والعبادات، تكثر في أمور كثيرة يعني حلوة وايد.